أعلن وزير المالية محمد معيط أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة حققت الدولة فائضا أوليا بالموازنة العامة للعام المالي الحالي يقدر ب 21 مليار جنيه. وخلال كلماته في مؤتمر السياسة المالية العامة أشار وزير المالية إلى أن الوضع الاقتصادي لمصر حاليا أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين. وقال الوزير أنه سيتم عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على مجلس الوزراء قريبا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد وضرائب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.